على غرار الطفل ريان الذي اهتز العالم كله تقريبا لوفاته بعدما ظل عالقا لنحو 5 أيام في غياهب بئر بالمغرب، لقى الطفل حيدر المصير نفسه، ولكن هذه المرة في أفغانستان. تقول التقارير إن حيدر سقط في قاع بئر ترابية الثلاثاء الماضي في قرية شكاك بولاية زابل، وهي ولاية تقع على بعد 400 كيلومتر جنوبية غربية العاصمة كابول. فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع البئر في محاولة لإخراج الطفل حيدر، غير أن الأرض الصخرية الوعرة حالت دون نجاح العملية. إخراج الطفل ذي 5 سنوات تعقد، والأمر الذي أعلنت عنه السلطات الأفغانية اليوم هو طبعا خبر وفاة هذا الطفل المسكين. دعونا نوضح لكم تفاصيل سقوط هذا الطفل. فلقد سقط حيدر كما جاء في وسائل الإعلام في بئر يبلغ عمقه 25 مترا، ثم حاولت فرق الإنقاذ سحبه بواسطة حبل إلى عمق يبلغ 10 أمتار، لكن يبدو أن الطفل عند محاولة انتشاله قد علق في هذه النقطة من عمق البئر بسبب تساقط الصخور. بعدها حاولت فرق الإنقاذ حفر خندق كبير مائل في الأرض في محاولة للوصول إلى المكان الذي علق فيه حيدر، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل. يقول جده لوسائل إعلام أنه كان على قيد الحياة داخل البئر، حتى أن فرق الإنقاذ تمكنت قبل وفاته من إيصال الطعام إليه عندما كان عالقا بداخله. كان أحد الآبار مفتوحا وسقط الصبي وكان يصرخ ويصرخ، أعطيناه الماء وبعض الكعك وكان يأكلها كلها. بطبيعة الحال مشاهدينا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الحادثة التي لم يمر أكثر من أسبوعين تقريبا على أخرى مشابهة لها في المغرب، وحملت غالبيتها الدعوات له بالرحمة والمغفرة. فؤاد يقول: ريان آخر يبتلعه البئر في أفغانستان اسمه حيدر، بنفس عمر ريان وبنفس مواصفات البئر. بقي حيدر يقاوم 3 أيام متواصلة ليلفظ أنفاسه الأخيرة هذا الصباح وداعا حيدر. أما صاحبة حساب يحمل اسم مامي جونيور تقول: الواحد عاوز يفهم الآبار دي أصلا بتتحفر ليه، وليه مش بتتغطى بشكل كويس. أما هنا أم هوازن تساءلت أيضا نفس السؤال: ما أقول يعني شو قصة الآبار؟ من زمان الآبار موجودة، بس ليش هالفترة لحتى تصير مثل هيك حوادث غريبة؟ والله شغلة غريبة برأيها. طبعا شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.